بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم صدق الله العظيم. إن من سنن الله تعالى الماضية أن الأرض يرثها الصالحون من عباد الله تعالى، هي سنة محفوظة مدونة، بمعنى أنها لا تتبدل ولا تتغير. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور قد يكون المقصود به جميع الكتب السماوية، لأن الزبور معناه الكتاب، ولذلك جاز أن يقال للتوراة وللإنجيل زبور، لأنه في اللغة زبرت أي كتبت، الزبور يعني الكتاب. ولذلك سعيد بن جبير يقول إنه رضي الله عنه: الزبور مقصود بها في الآية التوراة والإنجيل والقرآن. ومن ذهب إلى إن الزبور مقصود بها الكتب السماوية فسر قول المولى سبحانه وتعالى من بعد الذكر، أي من بعد الذكر الذي في السماء، يعني بيقصد الكتاب في السماء اللي هو أم الكتاب في السماء، لأن فيه كتابة كل شيء وكل ما سيكون، وكتب جميع الأنبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب تنسخ، اللي هو أم الكتاب. يعني كتبنا في الكتب التي أنزلت على الأنبياء ما كتبناه في اللوح المحفوظ. وقرأ حمزة هنا الزبور، ده قراءة الجمهور، هو قرأها بالضم ازاي؟ يعني الزبور، فده الجمع. والقراءة دي نقدر ان احنا تفسير سعيد بن جبير يمشي معاها، لانه الزبور بالجمع تعني كما قال انه التوراة والانجيل والقرآن، ومعنى القراءتين واحد، لان زي ما قلنا لحضراتكم الزبور هو الكتاب. الجمهور يقرأ الزبور بالفتح، وقراءة حمزة الزبور. ومن قال من أهل التفسير إلى إن معنى الزبور ولقد كتبنا في الزبور، اللي هي إن هو معناه القرآن في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ذهب إلى أن قوله تعالى من بعد الذكر المقصود بها التوراة، وده قول قتادة والشعبي، حيث قال الله تعالى: ولقد آتينا، ودي مذكورة في بداية القصص في سورة الأنبياء في وصف التوراة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. دي أوصاف التوراة، فمن ضمن أوصافه الذكر، وصف بأنه الذكر.
وهناك من ذهب في تفسير الزبور وقال إنه المقصود بها في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال إن المقصود هنا زبور داود عليه السلام، وإن قوله تعالى من بعد الذكر، الذكر هنا مقصود بها توراة موسى عليه السلام. والعجيب إنه لما نرجع للكتاب المقدس ونراجع العهد القديم، سفر المزامير، مقصود بسفر المزامير اللي هي مزامير سيدنا داود عليه السلام، فنجد في المزمور 37 تجد ما نصه: والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. وتجد كذلك في المزمور 37 في الكتاب المقدس مزامير سيدنا داود عليه السلام: أما الودعاء، اللي هم أهل السلامة يعني من أهل الصلاح، فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. ونجد نص كذلك: لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. وكذلك نجد في مزامير سيدنا داود الواردة في الكتاب المقدس في سفر المزامير 37 المزمور 37 تجد: الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد إلى الأبد. وتجد: انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض إلى انقراض أو إلى انقراض الأشرار تنظر. اللي هيراجع السفر ده هيجد أنه كثيرا بيتردد معنى وراثة الصالحين للأرض. والسؤال اللي لازم يطرح نفسه وإحنا بنعرض هذه الآية، بنعرض مفهوم هذه الآية وكيف تناولها أهل التفسير، لأن لها أقوال عدة جاية فيها. السؤال اللي بيطرح نفسه: كيف يمكن لرجل أمي يعيش في وسط أمة أمية كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى وجود نص في الزبور يؤكد على أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، ويجي القرآن يؤكد على نفس المعنى؟ بل تجد أو إنه تكرار نص إن عباد الله الصالحين هم أو عباد الله الصالحون هم من سيرثون الأرض بهذه الصورة اللافتة للنظر في المزمور 37 من أسفار مزامير داود عليه السلام، يعتبر دليل قاطع على أن الذي أشار في القرآن الكريم بالذكر إلى وجود النص في الزبور يتحدث عن موضوع وراثة الأرض لعباد الله الصالحين هو من أنزل التوراة، وهو من أنزل الإنجيل والزبور والقرآن، هو المولى سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لأنه لا يعقل لو أن هذا القرآن علف، لأنه هم اتهموا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه افترى القرآن. الفرية دي ذكرها أهل الشرك، وذكرها القرآن الكريم وذكرت معنا في سورة الأنبياء في استهلالة السورة. وشوف القرآن، لأن السورة لحمة واحدة، نسيج واحد، أنت بتسعى وما بتمشي مع السورة خطوة بخطوة، تجد إذا طرحت قضية فندتها ذات السورة، إذا طرحت قضية في السورة فندتها السورة وأتت بالجواب وأتت برد الشبه. من ضمن الشبه اللي أثروها ضد الرسول والرسالة أنه افترى هذا القرآن، يعني هو ألف القرآن من عنده. الفرية دي ذكرها هؤلاء المشركين، وذكرها كذلك كثير من المستشرقين. لو إن النبي عليه الصلاة والسلام وحشاه إنه يفتري هذا القرآن، هو اللي قايله لا يعقل لو كان هذا القرآن من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه كما يزعم البعض،
إنه يختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يختار الزبور من بين الكتب المقدسة الأخرى اللي هي أكثر شهرة من الزبور زي التوراة والإنجيل، ليؤكد مثل هذا النص في الزبور. ولما نبحث ونعود نجد فعلا هذا النص مذكور بكثرة في زبور أو في مزامير سيدنا داود عليه السلام. وصدق الله العظيم إن هو إلا وحي يوحى. لقد قضى المولى سبحانه وتعالى وكتب فيما كتب أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب إيه المقصود بالأرض؟ هل هي أرض الجنة أم هي أرض الدنيا هذه؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.